لما حد يتكلم بتاع اقعد انا مستني حد هو يخلص ايه رايك في النظام الجديد ايه ده كده حلو جدا معلش يا جماعه يلا بصوا دلوقتي احنا لما كنا بدانا في الفنجس النهارده كده اللي هو نص الثاني خدنا يعني فنجس وخدنا البيولوجي كام كلمه اللي ايه عملناها باختصار وبعدين عملنا تقسيمه للامراض الفطريه سوبرفيشال ومش عارف ايه وقسمنا الدنيا الى حد ما وده هيجي تاني يعني من حسن الحظ في الفنجس ان الدايجنوزيس موحد والعلاج واحد انا بعمل ايه دايما بناخد الدايجنوزيس على بعضه وبعدين بناخد ايه التريتمنت على بعضه ونبدا نطبق ده على الاولاد بعد كده خلاص يعني الدايجنوز بتاع الفطريات بعد ما نفتح صفحه 12 بص بقى يا سيدي لو انت فكرت كده اي حاله فطريات بيشخصوها ازاي عندنا لسه كبيره جدا من الانفستيجيشن بس مبدئيا كده في ثلاثه بيزك يعني اللي في كل الدنيا كل اللي لازم تعمله اول حاجه جهاز كده بسيط كده مشهور اسمه وولز ايه؟ ايه وولز لامب ده؟ مين شافه؟ او يعني مين ما شافوش؟ وولز لامب ده مشهور جدا في المستشفيات صح؟ ده رقم واحد في التشخيص ايه؟ ده رقم واحد في البساطه يعني ده اول واحد جدا صح؟ طيب بعد كده في حاجه ثانيه اسمها مايكروسكوب ايه؟ اسمها تي او اتش بناخد عينه كده ونقعد نبص تحت الميكروسكوب ونحط مش عارف هنفهم كل هذا الكلام الان دلوقتي بس السؤال مين شاف الكلام ده طيب في المستشفيات؟ مش فاهم الحكايه دي اللي ما شافش هنعرف دلوقتي اهو رقم ثلاثه بقى لما الموضوع يبقى ادفانسد قوي نطلب حاجه اسمها كالشر ناخد نفس العينه ونحطها في كالشر زي ما بنعمل كالشر للبكتيريا مين شاف بقى الكالشر؟ لا قصدي في الحياه العمليه الواقع العملي اهو انا عايز اقول ايه يعني لو انتوا لاحظتوا واحده بتتكلم كده ان لما قلت الوولز لام كله او معظمه شاف الوولز لام طب لما قلنا الكي اتش العدد اقل لما قلنا الكالشر ها العدد اقل خالص لان هو ده الترتيب المنطقي بتاع الحياه العمليه حتى فاهم حاجه؟ يعني الوولز لام ده كله بيعمله ده حاجه اسمها دايجنوستيك تيست كده بتبص في الجهاز وخلاص فده اكتر حاجه اللي اقل سنه ده قاعده الهرم ده اللي اقل سنه يبقى ممكن نعمل مايكروسكوبي في ناس انا ما اعرفش اعمل هو ايه اللي طلع مره واحده ده؟ في ريحه قهوه تقيله كده هي بتطلب اتنين قهوه وانت برضه اتنين قهوه انت مش طالب كوبايتين ماشي انت كلنا مستنيينك يا مصطفى بس في صمت رهيب كده ولا ده عندك اسئله؟ بتفكر في ايه طيب؟ ده بقى اقعد يا مصطفى اقعد اقعد الفرق بين السولو هايفنج والمايكرو. احنا قلنا في ثلاث حاجات. لا هم حاجتين بس. انا قلت حاجتين بس التالتة كانت مكتوبة. فانت تشطبها على طول وانت قاعد كده. افتح كده بسرعة قبل ما تنسى عشان ما تعملش مشاكل بعد كده في حياتك تشطبها. كله سأل نفس السؤال ده. يبقى نقول تاني بالترتيب كده الوول سلام ثم المايكروسكوب ثم الكالشر. ودول بقى بيسموهم البيزك انفستيجيشن بتسألوا فيهم في اخر السنه وفي العمل وفي اللجنه كما لو كان يعني انت بتعملهم بالضبط. فاحنا لازم نحطهم بالتفصيل المؤلم. في حاجه ثانيه ادفانسد اقل استخدام. ايه هم بقى؟ شوف مكتوب كده ادفانسد ليس كوميدي صح؟ ايه بقى يا صفر؟ بايوبسي. البايوبسي في الجلديه كلها هو نمبر 1. في بعض امراض كده بيبقى دوره فيها قليل زي الفنجس يعني مش كتير قوي. رقم اثنين البي سي ار بقى زي اي انفكشن مش احنا ممكن نطلب بي سي ار للفيروس اللي بتاع ثم بايوكيميكال وفيسيولوجيكال رياكشن لو حد فاكر البكتيريا بتاع سنه ثالثه زمان يقول لك دي مش عارف بتفرمنت وبيتبوظ ودي مش عارف ايه الغلب ده كله واخيرا الدرموسكوبي او الترايكوسكوبي اللي هو دخل في كل حاجه يعني تشخيص بالدرموسكوب تشخيص الدينيكاميتس تشخيص ما اعرفش ايه الناس فاهمه اللي انا بقوله ده يبقى انت عندك سبع حاجات بس مين الاساسيين؟ ثلاثه بالظبط كده بالترتيب كده ثم حاجات ادفانسد لايه اللي هيكمل في الكلام ده مفهوم؟ يلا نبدا بقى بالوولز لامب اكزامينيشن حلو؟ ونقول بقى لكل الناس بقى الوولز لامب اكزامينيشن اول سؤال تحليلي نكتب عليه كده سؤال تحليلي بيجي لوحده ده اول سؤال تحليلي اللي فات كله كان للفهم لو حد كان فاهم زي ما قلنا في ام سي كيو او كده لكن الوولز لامب ده بيجي كسؤال هو بيجي كسؤال مش في الفنجس في الجلديه كلها ان احنا نسمع برضو ان الوولز لامب له دور في تشخيص حاجات تانية غير ايه؟ فانجس زي مثلا البيتيلو يعني اي حاله بيتيلو او بيجمنت بشكل عام اي حاله بيتيلو انت بص عليه كده بالوولز لامب
طب ما اعرفش ايه. فهو احنا انا عملت ايه هنا؟ هنشرحه كده كله على بعضه في الفطريات ومن غير ايه؟ بحيث لما تجاوب كله على بعضه. ماشي يا مفوشي؟ طيب يلا بقى نشوف ايه قصته. هو اللي شافه واللي ما شافوش بقى هتلاقيه عامل بالمنظر اللي هو قدامك ده. دراعه ده له وش وضهر. لما تيجي تبص في الوش تلاقي ازازه كده من فوق. هي بصراحه مش ازازه، دي ماجنيفاينج لينس يعني بتكبر شويه. يعني حتى لو حد خد باله ان الوز لامب بيكبر شكل الحاجه. الناحيه الثانيه في لمبات كده، لمبتين صغيرين او اربعه حسب حجمه. دي لمبات بتطلع الترا فايبر. ماشي؟ بس اللمبات دي مش مكشوفه، تحتها ازازه كده صح؟ يبقى انا هقول ازاي يا ربي؟ اهو يعني مثلا لو افترضنا ايه زي توم وجيري ده كده، زي توم وجيري كده ده. بص انا عندي ايه؟ هفك انا مثلا كده مدخل. اوه انت بتحط الحاجات هنا؟ تمام. في حوالي 5 جنيه بقى او 10 جنيه بس حلوين. بص بقى فكره حلوه دي. بص بقى انا جهاز مربع كده وله هاندل كده ايه. لما تبص من فوق دي مش ازازه، دي عدسه مكبره. طب لما تيجي تبص من تحت هتلاقي اللمبه زي الكشافات كده اللي في المستشفى، لمبه وتحتها ازازه. برضه دي للاسف مش ازازه عاديه، دي حاجه اسمها فلتر. حاجه اسمها ايه؟ يبقى احنا فهمنا ايه دلوقتي؟ نقول ايه؟ يبقى انا عندي اللمبات فوقها عدسه مكبره عشان لما اجي اشوف ها اشوف الليجن اكبر شويه. حد خد باله طيب؟ من الوش كده. ولما ابص تحت الاقي اللمبات مش بتطلع كده دايركت زي اللمبه دي مثلا، ده زي الفانوس كده عليها ازازه. ايه بقى مكونات الثلاثه دول؟ تعالوا نشوف. قال لي كده اللمبتين والازازه تحت. الازازه اللي تحت دي حاجه اسمها فلتر، وده مهم جدا اللي هو الجلاس بتاع الجلوس اللي عندنا ده. اللي بيتكون من حاجتين مكتوبين عندك اهو، نيكل اوكسايد 9% وباريوم سيليكيت. بيتكون من ايه؟ حاجتين، باريوم سيليكيت وايه؟ هما ليه بقى الغلب ده والتركيب الكيميائي والكلام ده؟ اصل الازازه دي معموله عشان تفلتر الضوء اللي طالع من اللمبه بحيث ما تطلعش لحاجه معينه اللي هي تعمل الفلوريسنس. اللمبه دي اصلا بتطلع ايه؟ بتطلع الترا فايولت اي، يو في اي. مين عارف بقى يو في اي ده من كام لكام؟ من 340 ل 400 نانو متر. كل ده اسمه يو في اي. حلو؟ لو حد خد باله من حاجه ايه؟ ماشي 320. ماشي صح 320 مش مشكله. ده اليو في اي 2 يعني اللي هو 1 2 مش مهم يعني 320 400 انا نسيت خلاص بدل 320 440 بس عادي ما فيهاش حاجه، مش حاجه صفر عادي خالص. بس لو حد خد باله الجهاز لما بينور انت بتشوف لونه ازرق صح؟ المفروض تسال نفسك سؤال، هو لو الترا فايلوت بس ما شوفوش؟ لان الالترا بايلوت ماله؟ انفيزبل. احنا مش بنشوف الترا بايلوت صح؟ امال ايه اللي انا بشوفه ده؟ هو اللمبه كمان بتطلع شويه في الفيزبل، بتطلع شويه ازرقات وبنفسجي كده بتكمل شويه، فبتطلع حاجه انا بشوفها عشان تشوفه عشان تبقى عارف ان هو شغال صح؟ بس انا دلوقتي مش هو ده اللي هيعمل الاكشن، اللي هيعمل الاكشن حته في اليو في اي تحديدا. فهم حطوا الفلتر الازاز ده عشان كده. الفلتر الازاز ده الضوء اللي طالع منه لما يعدي عليه اللي يطلع منه الناحيه الثانيه جزء محدد هو ده اللي يقع على الليجن يعمل لي الفلوريسنس. الجزء ده كام بالظبط؟ 365 نانو متر. كام؟ يعني هو من كل اليو في اي ده والحته الفيزيبل كمان طلع مين بس في الجيل بتاعه او يعني اعلى حاجه بيطلعها 365. طبعا دي داخله في الرينج بتاعنا 320 400. وبرضه عشان ما تنساش هي عدد ايام ايه؟ سنة صح؟ 365 نانو متر، هي 365 يوم يعني. الخلاصه ايه بقى يا مصطفى؟ الخلاصه ايه؟ يبقى الفلتر ده فيه اثنين يو بي اي او فيه يو بي اي لا بتطلع يو بي اي بشكل عام والبيك طلع ايه؟ 365. والفلتر اسمه باريوم سيليكيت مع نيكل اوكسايد وفي عدسه مكبره عشان انت ايه تشوف. بص طيب هو طبعا ايه؟ خير من باب العلام كده والثقافه. هو ده اكتشفه واحد او صممه واحد اسمه بالتيمور فيزيست اسمه روبرت وود، وسموه على اسم وودس ايه؟ لامب. يعني وودس لامب ده مش لمبه خشب، لا ممكن كده عادي انت بتاكل وودس لامب
اللمبه الخشبيه والجهاز الخشبي وزوره هو لا هو وصل اسم الشخص حتى فيها وصل الاسم بس هو اسمه كده. طيب كان زمان بيسموه بلاك لايت. ليه بلاك لايت؟ لانه غير مرئي. المفروض اصلا الالترا فايلوت غير مرئي فكانه ضوء اسود غير مرئي. لكن هو طبعا اللي بيحصل انه بيطلع بتشوف انت لونه مزيت شويه لانه بيطلع شويه فيزل كمان صح؟ طيب ايه بقى وجهه النظر في العمل يعني كيف يعمل هذا الجهاز؟ طبعا كلكم شفتوا نحن ايه؟ بيدخل الشخص في اوضه ضلمه لازم صح؟ بعدين ننور على الليجن فتلاقي الليجن بيديك ايه؟ ضوء معين او لون معين صح؟ مش عارف اصفر في الدنيا بس كلر اخضر صح كده؟ الظاهره دي ظاهره غريبه جدا بس احنا خدناها كتير قبل كده في ناس ما خدوهاش اسمها فلوريسنس. اسمها ايه؟ فلوريسنس. يعني ايه فلوريسنس؟ ان زي ما خدناها في البولس صفا ان في ماده في مواد كده اسمها مواد فلوريسنت اول ما يجي عليها الضوء هي بدل ما تمتصه تمتص منه جزء وتعمل ايميشن لجزء تاني بس الجزء ده بيبقى بلون مختلف. وده ما قلنا زمان للناس القدام اشهر مثال على كده اللي هي اللوحات بتاعت الارشادات بتاعت الطرق اللي هي اللوحه الزرقاء دي المكتوب عليها بالابيض هي معمول عليها ماده اسمها ماده فلوريسنت بحيث انت لما تمشي بالليل والدنيا ضلمه ويجي الضوء يخبط فيها تلاقيها بايه؟ تلاقيها بتنور صح؟ بتضوي كده ده اسمه فلوريسنس. هي بتاخد الضوء اللي جاي عليها مش تعكسه زي ما هو تاخد منه جزء معين وتعكس جزء تاني. الظاهره دي اسمها ايه؟ والفلوريسنس لازم يكون في اوضه ضلمه ليه؟ عشان تقدر تشوفه صح؟ لان لو كان بتشوفه ضوء النهار كده الضوء العادي ده بيغطي عليه وده بيحصل كل يوم احنا واحنا جايين في الظهر كده وفي العصر دلوقتي مش بتشوف فلوريسنس طالع من اللوحات صح؟ مع ان الضوء بيخبط فيه كل حاجه بس ضوء الشمس اقوى فانت بتشوف بالليل بس. وده اللي يقول لك ان احنا لما نيجي نعمل الاختبار ده ها بنعمله في اوضه ايه؟ ليه في اوضه ضلمه؟ عشان اقدر اشوف كميه الفلوريسنس اللي طالعه من الليجن. لان انا لو كنت في ضوء النهار كده هو هيفلوريس كل حاجه بس الضوء ضعيف ما اقدرش اشوفه. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ طيب دلوقتي انا بقول لما المرض ده نحطه كده على دماغنا ولا على حاجه ولا ايه يطلع معنى كده ان المرض ده او الليجن ده فيه ماده فلوريسنس صح؟ لازم. ولو ما كانش فيه ماده فلوريسنس مش هينور. حلو؟ السؤال بقى الماده الفلوريسنس دي الاورجانيزم هو اللي بيطلعها. فانت بتقول له كلام اللي بيحصل ان انا عندي على جلدي اهو كده ده الجلد بتاعي في مثلا فانجس معين زي ما خدنا الاسامي المره اللي فاتت والناس الجداد بقى عارف ترايك وفايت بروجرام ما اعرفش اي اسم كده فالفانجس ده بيطلع ماده فلوريسنت اصلا زي اللي بنكتب بيها العلامات الارشاديه دي هي مستنيه ايه بقى؟ يجي الضوء بتاع مين؟ ها؟ الجزء الأهم اللي هو كام اساسا؟ 365 الماده الفلوريسنت دي تمتصه وبعدين تطلعه ايه؟ في صوره ضوء بقى معين بقى اصفر اخضر احمر ده ديبند اون الاورجانيزم نفسه. فهم خدوا الفكره دي بقى قال لك ده الاورجانيزم ده بيدي كذا او الفطر ده بيدي كذا لا ده مش كده بس ده لو في مرض معين عشان بيكون في ماده فلوريسنت وهكذا يعني فهمتوا الفكره؟ انت بقى معرفتك ان اللون ده بتاع ايه او الفلوريسنت ده بتاع ايه تعرفه بطريقه غير مباشره خلاص؟ يبقى احنا عرفنا مما يتكون الجهاز عرفنا الماده بتاعه اسمه ايه؟ فلوريسنس. في بقى حاجه مهمه جدا بيقول عليها تكنيك ويندو ريباريشن ويندو ريباريشن ايه الخطوات اللي بنعملها قبل الاختبار؟ بص بصراحه هو في حاجتين مهمين قوي في كلام كده نظري. الحاجتين المهمين لازم اقول ده ليه بقى؟ عشان الضوء ما يطغيش عشان اقدر اشوف الفلوريسنس عشان الضوء بتاع النهار ده او الضوء بتاع اللمبه ده هيبقى اقوى بكتير من ضوء ايه؟ الفلوريسنس. حلو قوي دي خلصنا منها. القاعده الثانيه بقى المهمه قوي يقول لك الليجن بتاعك ولا يبقى عليه مراهم ولا دهانات ولا اي حاجه ليه؟ لان هو نفسه ممكن يتغير مع الفلوريسنس او هو نفسه يفلوريس. انت ممكن تكون حاطط مثلا ايه؟ مثلا واحده جايه تكشف مثلا محطه ثالث البقى البقى وشركه وبتاع والحاجات دي كلها فانت تيجي تخش بقى تنده بقى كل الناس من زمان ده انا شفت فلوريسنس فلوريسنس ده بقى ده مش موجود في الكتب بقى ده احنا اكتشفنا فلوريسنس دي محدش وصل خالص قبل هي بنت مش فاهمه عيني صفا تردر عارف انا بقوله؟ هايلايت هي مثلا حاطه يعني حاطه ميك اب كده يعني ميك اب فظيع يعني حتى بقى جليتر كده وحط اخضر واصفر و ايه ورش حاجات وبتاع كنافه كده وحاجات فدي بقى لما تيجي تعمله انت فلوريسنس للليجن رهيب بقى فده ده طبعا
حاجه فولس صح؟ فولس ايه؟ يعني ميكو تبرس يعني اللي بتاخد كل حاجه ببراءه او يعني ماشي. احنا عندنا احمد ده نقول له مره واحده مش كل واحد لوحده يعني. اه اهو شبه اديتهم انا 90 معلقه سكر فرختين كده فرختين مشويين كده. شوف اللي شوف اللي انت مش كان فاضي ده هات فرختين قلت له ولا. المهم 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 بص انت مش فاهماني هو قصدي يعني ممكن لو انت دهن حاجه او حاطه كريم حتى او انتي فانجل اوينتمنت ممكن هو نفسه الماده التركيبيه بتاعته تدي فلوريسنس فده يعمل يعمل خطا في النتائج يعني. فاحنا المفروض الليجن يبقى نظيف معلوش حاجه ولا عليه كريمات ولا ميك اب ولا اي حاجه خالص مش لازم ميك اب بس اي حاجه يعني عشان تشوفيه بطبيعته صح تشوف الليجن بطبيعته. دول اهم شرطين في الشغل ان انا اوضه ضلمه ويكون منظفين ايه حتى لو من تريد. في بقى كلام فارغ بقى يقول مثلا ايه لما نشتغل اول مره ندي فرصه لللمبه كده خليها تشتغل دقيقه او دقيقتين تسخن يعني كده حاجه زي كده ده مش مهم يعني. طيب كله بقى صح صح احنا بندرس الوود سلام دلوقتي كجزء من الدايجنوزس بتاع الفانجل صح؟ بس هو بصراحه ممكن يدايجنوز حاجات ثانيه كتيره في الجلدين يعني مش بس فانجل ممكن يدايجنوز بكتيريا وبارازايت وكل حاجه. في جدول جميل عندك الجدول ده مش هنحفظه دلوقتي خالص لان انا عامل تجميع بس في الاول. ايه الجدول ده؟ قال لك ده انا ممكن استخدمه في الفانجل وفي البكتيريا وفي البارازيتيك انفكشن كمان. طب مين شاطر يقول لي هو ايه الفكره في الجدول ده كله؟ ان كل اورجانيزم من دول بالتاكيد بيطلع ماده فلوريسنت وهذه الماده الفلوريسنت اقدر ان انا ايه اعمل لها ديتكشن بمين؟ بالوود سلام صح ولا مش صح؟ فانا كاتب امثله يعني مثلا في الفانجس في مرضين مشهورين قوي من ايام البكالوريوس التينيكا بيكس والبترايزس ايه؟ وده يدي جرين يلو وده يدي جولدن يلو او حاجه زي كده. بس الجدول ده ما تحفظوش دلوقتي الله يرضى عليك ان هو هيجي على ما تخلص الكتاب ده تكون خدته في الفانجل وخدته في الماتيريال وكان في السكيلز وكل حاجه مفهوم كده؟ طيب المفاجاه بقى يا مصطفى المفاجاه ان هو بس مش بيشخص الانفكشن كمان ده ممكن يشخص امراض ثانيه كتير طالما المرض ده فيه ماده والماده دي فلوريسنت يستخدموه في البيجمنتري ديس اوردر. انا مش هشرح دلوقتي انا عايز على مين بس كل ما اخد حاجه بنشرحها بالتفصيل في البيجمنتري مشهور قوي مثلا في البيتيلو ومشهور في الميلازما اقول لك الميلازما دي ايبيديرما ولا غيرها. قال لك لا ده في حاجه جميله جدا اسمها ديتكشن اوف دراجز اند كيميكلز هم بيعملوا حاجه حلوه قوي دلوقتي انا ممكن احط في الدواء نفسه ماده فلوريسنت صح؟ بحيث عايز اشوف مثلا استخدمتها ما استخدمتهاش اكشف عنها فايه اكشف عنها تلاقي فلوريسنت. في مثال جميل قوي للموضوع ده خلينا نقول هو في الكيميكال بيل. انتوا عارفين الناس اللي بتعمل كيميكال بيل مشكله الكيميكال بيل او مش مشكلته يعني ان انت الشطاره بس تعمله هوموجن صح؟ انت احيانا انت مش شايف انت بتشتغل بلايند فممكن ايه حته يعني مثلا انت ايه اقول لك انت جايب قطنه في الاول كده ولا اي حاجه فالقطنه في الاول مليانه كده فالحته دي تاخد كتير تيجي على ما تخلص كده والله هي قطنه واحده بس عشان حاجه غليت وبتاع تقعد بقى تيجي في الاخر كده تعصر ما اعرفش ايه ففي حته ما يبقاش جاي عليها او جاي عليها صغير صح؟ فده بيخلي الموضوع مش ايه وممكن برضو لان انت مش شايف اند بوينت سريعه احيانا مستني فروستنج مستني ما اعرفش ايه فالمهم حته تبقى سكيبد منك او كده كل ده وارد. هم بقى في بلاد بره بقى عملوا حاجه حلوه جدا في بلاد ايه؟ حسين بالاوان اجا ليه الخطر ده كله كده عايز يقول لك ليه بقى في بلاد بره؟ الكيميكال بيل الماده الكيميكال بيل فيها ماده فلوريسنت فيها ماده ايه؟ هي كده التركيبه جايه كده فبحيث ان انت ايه تروح دهن الوش عادي خالص وبعد كده تروح مطفي النور وتبص بمين؟ بالوود سلام تلاقي الوش كله ايه؟ منور ما عدا حتت فهو هو تحت الوود سلام يروح ايه؟ اه مقفل الحتت بس كده كانك بتاع الدوكو كده يعني تقعد تظبط الحته اللي فاضيه دي لقيت الحته دي ما فهمتهاش وده فتح مجال بقى في اي ادويه بقى مثلا الادويه التوبيكال وفي واحد مثلا سايكيك مش بيحطها ولا ارتفاكتا ولا بتاع فيحطوا يدوا له دواء يكون فيه ماده ايه؟ عشان وانت بتعدي عليه كل يوم كده في المستشفى ولا حاجه تشوفي بيحطوا ولا لا تعرفي يعني وهكذا يعني مفهوم؟ فدي وسيله لل يعني يمكن من اشهر الابلكيشن بالنسبه لنا فكره الكيميكال بي دي. خش على يوتيوب كده اعمل الحكايه دي تلاقي كله بيعمل كده في بلاد بارك
انت هنا بالتليفون قول له عملها بالتليفون بتاع واعمل بتاع يعني انت بتزيد بتاع اساسيليك اسيد ولا بتزيد عليه فيرسين؟ نعم. كل هذه المواد اللي هي بتاعت الكيميكال دي انا بزيد عليه لا هو جاهز بيبقى فيه اوريدي مش انا بزود عليه فيرسين اه يعني هو فيه انت احنا مش بنزود ايوه يا دوبك انا ازود عليه فيرسين احنا ما نزود طب ايه هو الفيرسين اللي هتزوديه؟ الفيرسين او اي لا لا كده احنا لا ممكن ده يضر هو تبقى جاي التركيبه جاهزه فيها ماده فلوريه بس ده يعني انت عندي في الوقت تشتري كيميكال ليه بنوعين في ساده انت تعرفي هذا حلو اه تقول له عايز ساده سيمسك خلاص ماشي طب اديتك كتير في مصر يا صاحبي اديتك كتير في مصر كم لك من الوقت في مصر؟ 8 months, no, 9 months, 10 months متاخره في قعدت 9 شهور ما سافرتش في حته كده ولا كده؟ يعني 9 شهور قعدهم كلهم في مصر؟ لسه انت محافظ على نفسك انت في مصر لسه ما اتغيرتيش والله اتغيرت بقول انا عند دوار سنيه كافي سنيه؟ لسه بتقولي على الدوار سي اه فهمت 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 الدوار اللي هو جي بي اس بيتي بتوع لسه نيه يعني شاطر صح شاطر انا فهمت فهمت انا فهمت انا فهمت بس برضه ده مش كفايه لسه في مستوى يعني انت عشان قلت على الدوار السنيه بقيتي زينا يعني اه تمام الحمد لله ولسه احنا عندنا قدرات ان شاء الله ان احنا ايه بس انت شايفه نفسك كده يعني اتغيرت الدوار السنيه ايوه والله لسه بدري لسه انت مش هتعرفي نفسك بعد كده طيب من ضمن الحاجات الثانيه من ضمن الحاجات الثانيه بقى الميتابوليك ديسوردر مثلا يعني البورفيريا مشهور قوي اللي كانت معايا بورفيريا مثلا البورفيرين نفسه يقول لك تاخد عينه كده من اليورين او من فيها ماده فلوريس وهكذا الخلاصه بتقول ايه؟ الخلاصه ان انا اي مرض انفكشوس او اذا كان هذا المرض بيطلع ماده فلوريس انا اقدر اعمل لها ديتكشن بس دي كل التطبيقات بتاعت الجزئيه كلها اللي خدناه واللي ما خدناهوش ما ناخده والكلام ده ده كان اول ايه؟ اول تكنيك اول تكنيك للدياجنوزس للفانجس اللي هو الجود سلام وده ابسطهم يا رب نكون فهمناه كويس تعالوا بقى نشوف التكنيك رقم 2 اللي هو المفروض احنا ايه ارتقينا درجه كده هو السؤال بقى طب ليه مش كله بالجودس وخلاص؟ بالظبط هناخد معلومه بسيطه ان مش كل الفانجاي بتفلوس بس موضوع بسيط جدا يعني لو كان كل الفطريات بتطلع ماده فلوس كنا فتحنا وخلاص لكن هو في شويه بيعمل فلوس في شويه ما يعملوش فانا بضطر اشوف الانفستيجيشن نيجي بقى للانفستيجيشن الثاني اللي هو البانكروسكوب اكزامينيشن يكتب عليه